دون سابق إنذار، مشاهدو قناة الوطنية التونسية تفاجأوا يوم أمس الأربعاء بعدم بث الحلقة 21 من مسلسل الجبل الأحمر. المسلسل لم ينتهي، لكن القناة بثت مسلسلا قديما آخر بدلا عنه، وهو ما وصف بالفضيحة في الداخل التونسي. إدارة القناة أعلنت أنها أوقفت بث بقية حلقات مسلسل جبل الأحمر بسبب مشكلة إدارية بينها وبين شركة الإنتاج. وفي التفاصيل يفيد العقد بأن المسلسل يتضمن 20 حلقة فقط، في حين قامت الشركة بتصوير 24 حلقة فقط. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.